في ذكرى ميلاد الساحر ابن الأسكندرية اللي تربى على عرش القلوب لحد آخر مشهد في حياته، أسرار ومحطات في حياة الراحل محمود عبد العزيز. الفنان القدير محمود عبد العزيز اللي قدر يسحر قلوب المصريين وجمهوره بالوطن العربي بالشخصيات اللي قدمها على شاشة السينما والتلفزيون. قدم عشرات الأعمال الدرامية للسينما والتلفزيون، وكان بيقدر يغير وجهه في كل أدواره، ولعب كل ألوان التمثيل من الكوميديا للتراجيديا. اتولد الفنان محمود عبد العزيز في اسكندرية في 4 يونيو 1946، ودرس بجامعة الأسكندرية في كلية الزراعة، وكانت أولى خطواته في مجال التمثيل مع فريق المسرح في كليته. المخرج نور الدمرداش كان له فضل كبير في بداية المشوار الفني لمحمود عبد العزيز، وده لما رشحه الدور في مسلسل الدوامة مع الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيلي، وبعدها شارك في مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية. وكانت بدايته السينمائية سنة 1974 بمشاركته في فيلم الحفيد اللي بيعتبر واحد من كلاسيكيات السينما المصرية. محمود عبد العزيز شارك في أعمال كتير جدا، لكن من أهم أدواره كان في فيلم إبراهيم الأبيض سنة 2009. في العمل ده قدم مشاهد تدرس في فن التمثيل، وكانت بمثابة مباراة اعتزال سينمائية مهيبة للنجم الكبير محمود عبد العزيز. هي آخر أدواره على الشاشة الكبيرة، دور بيليق بإنهاء رحلة سينمائية طويلة لنجم كله موهبة، وده قبل ما يركز جهوده على الدراما التلفزيونية بتقديم 3 مسلسلات في 3 مواسم رمضانية: باب الخلق في 2012، وجبل الحلال 2014، ورأس الغول في 2016. ورحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا 12 نوفمبر 2016 عن عمر يناهي 70 سنة.